خلينا نقول الخبر طبعا، النادي الاهلي تعاقد مع مصطفى كيجو قادما من نادي الشمال القطري في صفقه انتقال حر، وتعاقد في طبعا مع النادي الاهلي لعدد من السنوات القادمه. التفاصيل طبعا هنجيبها لحضراتكم، بس خليني اقول ان كيجو كان لاعب نادي الزمالك السابق، وهو سبق لي انه طبعا فاز ببطوله الدوري مع نادي الزمالك، وايضا فاز ببطوله الباسكت بول افريكان ليج مع نادي الزمالك، ثم فسخ عقده مع نادي الزمالك من خلال الاتحاد المصري لكره السله، وانتقل الى نادي الشمال القطري ولعب معاه موسم وادى اداء كويس جدا هناك. الحقيقه كيجو من اللعيبه اللي انا يعني اعرفها على المستوى الشخصي، كيجو من اللعيبه المجتهده جدا، شخصيته يعني ان شاء الله تليق على النادي الاهلي وينفع يخش جوه السيستم لاسباب عديده. اولا مصطفى جاي للنادي الاهلي عن اقتناع، يمكن خلينا اقول حاجه، انه اللي اتولد والكبر في النادي الاهلي اكيد طبعا عارف قيمه النادي الاهلي وعارف قد ايه طبعا قيمه النادي الاهلي، ولكن لما بتيجي بعد معاناه وبتيجي بتعرف الفرق الكبير اكيد، وتشوف النادي الاهلي الوضع. انا لا اشير لاي حد طبعا بكلمه، ولكن بتكلم على امكانيات ووضع النادي الاهلي. مصطفى كيجو من اول يوم، مش عايز اقول تفاصيل، ولكن هو كان رغبته ان ينضم للنادي الاهلي. انا شخصيا يعني كنت عارف ده على المستوى الشخصي وكنت متاكد منه. مصطفى يعني هيبقى صفقه قويه جدا. خلينا اقول انه ليه صفقه قويه، ان احنا النهارده عندنا بوزيشن 5 او 5 في الفريق الاول، عندنا 3 لاعبين. اللاعب الاول هو عمر طارق، اللاعب الثاني مش بالاهميه، انا بقول يعني باللي جه في دماغي، يعني عمر طارق لانه كله زي بعضه عند مستر اجوستي بالمناسبه، عمر طارق، سيف سمير، وكان احمد اسماعيل. احمد اسماعيل النادي الاهلي يعني استغنى عنه، وبناء عليه انتقل لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر أيضا. فأنت النهاردة بقى عندك في المركز ده 2 لعيبة، والاثنين لعيبة في مركز 5 قليلين، لسبب أن مركز 5 أو بوزيشن 5 ده بيتعرض لإصابات كتيرة، لأنه أكتر بوزيشن بيتعرض لعنف لأنه بيلعب تحت الحلقة. فالنهاردة كان إلزاما عليك أن أنت تفكر في مين موجود في السوق بوزيشن 5 مع رغبة مصطفى كيجو، مع رغبة مستر أجوستي بوش، لأنه هو مرنه قبل كده في نادي الزمالك، هم عارفين سيستم بعض. وكمان كيجو يليق على الفرقة في حاجات كتيرة تانية، يعني كيجو بيلعب للفرقة، كيجو من اللعيبه الهدافه، هو هداف طبعا وبيجيب سكور وكل حاجه، ولكن مش ميوله الاولانيه التهديف، ميوله الاولانيه هي خدمه فرقته. فالنهارده انت عندك مكانات تهديف في النادي الاهلي في وجود كيجو، هتعمل بكفاءه وكيجو نفسه هيعمل بكفاءه. مبروك يا كيجو عليك، النادي الاهلي ان شاء الله يكون صفقه ناجحه، وباذن الله اكيد هيكون في حلقه من الحلقات هيكون ضيفنا وهنتكلم معاه عن كل شيء.